تماما او يهمل تماما لدى الكثير ان اسرائيل هي من تحدى الضربات، وان اداره ترامب هي يعني تعمل بتعليمات اسرائيليه. ما تقول في هذا الراي؟ تفضل. أنا أميل لوجهة النظر التي تعتبر أمريكا قوة عظمى وإسرائيل هي أداة للعالم الإمبريالي في منطقتنا، يعني تم زرعها وقت ما كانت بريطانيا وفرنسا تتزعم العالم الاستعماري الإمبريالي، والآن الولايات المتحدة. لكن قصة إنه إسرائيل هي من تحرك الولايات المتحدة، أنا أعتقد إنه هذا الطرح يعني غير منطقي وغير واقعي. تبقى يعني الكيان الصهيوني يبقى عبارة عن قاعدة عسكرية وجغرافية متقدمة لنظام الرأسمالي والاستعماري العالمي. ولكن أعتقد أن إسرائيل هي أكبر المستفيدين من حدوث حرب في المنطقة، لأنه موازين القوة في المنطقة خلال هذا الحراك والمعركة الدائرة يعني في المنطقة منذ عام 2003، يعني خلينا نحكي بعد احتلال العراق، كانت أول ضربة وجهت للمشروع الأمريكي المقاومة العراقية، يعني هي من عطلت هذا المشروع حقيقة وأسقطته وأنقذت كل المنطقة والعالم يعني في تلك الفترة، لأنه ما كانت تخطط الولايات المتحدة مشروع الشرق الأوسط الكبير واستهداف باقي دول المنطقة وتفكيك كل المنطقة العربية ومنطقة آسيا الوسطى وإعادة تشكيلها من جديد، تعطل في تلك الفترة، ثم تعرض للانتكاسات في عام 2006 في لبنان، ثم في عام 2010 يعني قصة الربيع العربي انتكس هذا المشروع في سوريا مؤخرا. فبالتالي موازين القوة في المنطقة استقرت على وضع لا يميل لمصلحة الكيان الصهيوني، يعني موازين القوة تتبدل في غير مصلحته، وبالتالي هي بحاجة لحرب تنقذه، حرب تقوم بها الولايات المتحدة لتدمير الخصوم، لإضعافهم، لإعادة خلط الأوراق في المنطقة.